السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة سات شعيب التقني. اليوم سوف نتكلم عن هاتف جديد سوف يشغل الفئة المتوسطة، وهو هاتف نوفا 3i الذي سوف يكون بسعر بسيط وكاميرات ممتازة وشاشة كبيرة وأفضل صور سيلفي وتصميم جذاب. لتعرفوا مزيد من المواصفات والمميزات لهذا الهاتف ابقوا مع الفيديو. أولا التصميم، والشاشة طبعا من نوع IPS LCD بكثافة بكسلات 419 بكسل للإنش الواحد Full HD Plus. طبعا الهاتف يأتي بوزن 169 جرام مع تصميم زجاجي لامع مطلي وبشاشة 6.3 إنش مع نتوء في أعلى الشاشة. أما من الخلف توجد الكاميرا الخلفية المزدوجة مع فلاش LED مزدوج وبصمة وقارب بصمة. من الأمام دول كاميرا مع سماعة المكالمات. أما على الجهة اليمنى اليسرى فيوجد قائد سيم وكرت ذاكرة. أما على الجهة اليسرى فيوجد زر الباور وزرار تحكم صوت. من الأعلى يوجد الميكروفون اللي عزل الضوضاء. من الأسفل سبيكر و USB والمنفذ 3.5 مع ميكروفون إضافي في أداء الجهاز. يأتي الجهاز طبعا بمعالج متوسط جديد من هواوي، وهو الكيرنت 710 المنافس لمعالج كوالكوم سناب دراجون 710 بتردد 2.2 8 نواة بتردد، أول أربع أنوية 2.2 جيجا هرتز أو واحد، والأنوية الأخرى الأربعة 1.8، مع معالج مالي 800 MP4 مع ميزة GPU تيربو التي تضيف أداء أفضل، أداء 60% للرسوميات في الألعاب مع أداء مع بطارية أطول. طبعا يأتي الهاتف مع 64 جيجا بايت من الذاكرة التخزينية و 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي. طبعا الهاتف بيجي مع قارئ بصمة سريع جدا وأيضا الفيس انلوك والأنظمة الأخرى. طبعا يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر التقارب والجيروسكوب والبوصلة والعديد من المستشعرات الهامة الأخرى. الكاميرا، أما من الخلف يأتي مع كاميرا مزدوجة 16 ميجا بكسل و 2 ميجا بكسل ومع فتحة عدسة 2.2 ميجا بكسل. طبعا ندعم للعزل والذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء ومعرفة الألوان الدقيقة لكل شيء. الآن سوف نترككم مع بعض العينات الملتقطة بكاميرا هذا الهاتف. أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا مزدوجة مع 24 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل مع دعم للعزل والذكاء الاصطناعي أيضا في الكاميرا الأمامية. طبعا إلى الآن لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي للهاتف، لكن من المتوقع أن يكون بسعر 310 دولار. طبعا أغلب الشركات الآن بدأت بالحجز المسبق لهذا الهاتف. أما بالنسبة لتقييم الشخصي لهذا الهاتف فهو هاتف ممتاز صراحة، بشاشة كبيرة 6.3 إنش وكاميرا أمامية مزدوجة وكاميرا خلفية مزدوجة ممتازة وأداء بطارية ممتاز وأيضا معالج ممتاز موفر للطاقة. طبعا أنصح بشرائه مع بدء الحجز المسبق الآن لهذا الهاتف. الهاتف ممتاز وأتوقع أن ينافس مي 8 إس إي من شاومي والعديد من الهواتف الأخرى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بقناتنا. مصدر هذا الفيديو هو طبعا فيديو فكر تكنولوجي، ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سعد شعيب من قناة سعد شعيب التقني.